ممنوع لا سيكتوريزاسيون، ممنوعه ممنوع بات بالطوابق الثلاثه avec les trois niveaux de soins واللي 10 الى 15% يكون عندهم مضاعفات في القدم للخبراء قصد ايجاد قدم السكري لو بي ديابيتيك معضله صحيه عموميه ان ديلام ان بروبليم دو سانتي بوبليك كبير مشكل كبير. 15% من الاشخاص المصابين كما قال الاستاذ رحال بداء السكري يتعرضون لجروح وتقرحات في القدم والتي تزيد من معاناتهم واحتمالية عملية البتر الجزئي أو الكلي. يعتبر هذا الدليل المتعلق بالتكفل بالقدم السكرية أداة عملية بغرض تعزيز فهم أوسع للتحدي المشترك لمواجهة هذه المضاعفات الخطيرة، ويضمن تصميمه البسيط وتنظيمه الجيد قراءة مريحة دون عناء. Il est interdit. Je dis bien, il est interdit de refuser un pied diabétique. Il est interdit de refuser quelqu'un تمنع واحد اللي في حالة خطر تقول له ما عنديش البلاصة. إذا ما عندكش معليش كلم زميلك دير له سيارة الإسعاف أعطي له العلاج اللازم pour parer à l'urgence وبعثوا ما كاش مشكل. الوسائل حاليا بعد ما تدير نابسي بعد ما تدير انغونغرين معفنة قبل ساعة تقدر تشتغل في نفس القاعة. كل المستشفيات كل القاعات العمليات المستشفيات عندها الإمكانيات باش بعد عملية متعفنة ساعة قبل ساعة من بعد يقدر يعقم كل القاعة ويعود يدير عملية.